أشوف الشباب شو محضرين، وأنا كمان، وأكيد رح نتسلى كتير. بالأول خلينا نرحب بالمشاهدين ونتمنى لهم أوقات حلوة. أكيد منرحب فيكن ببرنامجنا الجديد توشة ولوشة. ركزي، غمضي عيونك، تخيلي الهوى الطلق، الحشيش الأخضر، السما الزرقاء الصافي. رخي، ارتاحي، ارتاحي، بس بعد إذنك بدي كاستي. لا لا، بدي شرب حبة أخرت على مواني. الله يحييك يا لعافية. بعد إذنك ممكن قهوة سادة بس مستعجلة. الله يخليك، لأنه بدي. شو مجال؟ تفضل يا عيني. مدام جاهزة سندويشة؟ هنسيني؟ هنسي أخوان هنسي. شوف الأفل مدام، هلا بتبرد سندويشة يا مدام؟ يا أنسة ما فيها شيء.
خير في شيء؟ والله ناخذك على الدكتور؟ نجيب لك دكتور لهون؟ عفوا بالله يا انسي يا انسي ما شايفها بالله ما بعرف ما شفت وشها عشان يا جماعة هي كاميرا غبية ايوا قولوا ويبا امي يا بنات بكيف بدون مرحبا صباح النوم شو خير؟ خير شرف راحتينا والله سهل شفت الكاميرا وين؟ ها؟ شفت الكاميرا وين؟ تصور عنها انا والله رعبتينا ولا انا لا ولا رعبتينا هلا وين هالموقف هذا اللي بيجي فيه؟ كاميرا خفيه جيني قلبها والله عم جد حط عليها ما حط عليها يعني عم تنكشها ما في عملت هيك لا من تمها ولا من كمها بعدين الاستاذ رفعت هون بيحكي زجل وموهبه ارتجاليه ربانيه والله طيب فيك تحكي لنا شيء عن الموقف اللي صار معك هلا دغري طقه واحده فتي مثل الحمامي طلبتي قهوه تتنامي ولما صحيتي يا حلوي الحمد لله عالسلامي ولما صحيتي يا حلوي الحمد لله عالسلامي اعطيني واحدة على الكاميرا ايه الكاميرا خفية غمزاتك صابت فيي سرقتي قلبي وعيني عملتي مقلب بهالشب باسم الكاميرا الخفية عملتي مقلب بهالشب باسم الكاميرا الخفية برنامجنا اسمه طوشة ولوشة يلا طقة واحدة دغري طقة واحدة فوتي بقلب فوتي بقلبي وفوشي علي عطورك مرشوشي برنامجكن رح نطلع اللي اسمه طوشي ولوشي هم برنامجكن رح نطلع اللي اسمه طوشي ولوشي ان شاء الله الف مبروك ليك دونا احسن ما ترجع تساليني حاضره حاضره بس انا قلت لك حاضره بكون حاضره يخش بعد بالكيس بعد ما سمعت بدك بيت ماي بليز طلع كثير بيضة حصل مين بقشع تصوير شو عمرك يعني شرب اللي قدامك قشع اصفر بدك تعلقيني معه لا ما يهمك ما بعلق مع حدا
ما بعلق مع حدا. شو قصدك ما بتعلق مع حدا؟ ما بتسمعني؟ انه ما بتعلق مع حدا؟ لا، انه انا عادة ما بعلق مع حدا لحد اليوم، ولا مرة علقان انا وحدا، مش مجربة يعني. لا هني قالوا لي، انت قلتي لي، انت قلتي احسن ما نعلق مع بعض. لا قلت لهم، بقول لك انا ما بعلق مع حدا. انه فكرت عم تسمعني او عم تهددني بدك تعلق معي. هددك؟ لا يا عمي لا، ليش تو بدي هددك؟ مش هيك حسيتي دونا انه عم بقول لي؟ بدل قدر الامكان حاول امتص غضبه للانسان اللي قبالي تما اعلق انا وياه. بتحس حالك بالك طويل؟ كتير أكتر من الإنجليز كمان. إذا الإنجليز معروفين إنه بالهم طويل، أنا أكتر. إنه ليك أنا تعودت أعمل مقابلات مع شخصيات مهمة، فنية، ممثلين، فبحس إنه صعب أعمل مع شخص يعني بعده جديد هاوي. منيح لعطيتيني لقب هاوي كمان. ستيف بتعطونا مي؟ لا ما في مي. لا بدي مي. اشرب مي، شربي لك المي. لا انا عم بطلب مي. انا عم بطلب مي. بطلب مي هيك. لا مش عطشان ولا انكي، ما بدي عن جد. ما بدي، ما شايف حاله. طيب خليني. ايه ما في مي. شو بدي اسألك؟ والله ما شغلتي، ما شغلتي قلك شو بدك تسألي. لا انه لو شغلتي قلي شو بدك. ما حاسة انك انت بتوحيلي بولا سؤال، غير بدي اسألك شو اللي خليك تجي على هالمهنة، وروح يا عيني اقعد ببيتك، واذا امك قالت لك مثل بتكون لانا بس بتحبك. مجبور جاوبك؟ ايه طبعا انت مجبور. لا انا مش مجبور اني جاوب. ليش هالقد عصبت؟ مش ما عصبت، بس اذا رايك اني ما بنقشع ما بنحضر. خليك، خليني انهي الحلقه واخلص بقى. بتجيب الناس تعملي معهم مقابلات، او بتيجي على مطرح تعملي مقابلات، او بتستضيفي ناس ببروجرامك اللي بهنيك عليه اذا هيدا هو الاسلوب تبعه له عن جد، تتستفزي الناس او تتبهدلي الناس او لا. هيدي فكره البروجرام، بعتذر عن جد. الضيوف على راسي، لا بهين ولا بقلل الاحترام، بالعكس بمجرد قعدوا حدي يعني كثير صاروا. يعني نحن شو هلا بالنسبه لك؟ شو انت حكي عن حالك؟ لا انت شو؟ انت انت شو شايفتيني؟ انت ضيف في برنامجي اجبرت اعمل معك مقابله ورغمت انك تعمل. ارغمت اوكي. وانا انسان مش عم بمزح معي. ايه؟ وما بحب امزح مع ايه؟ مع انسان ما بعرفه. ايه؟ او تعرفت عليه لاول مره. ايه؟ لك انا بهمني ما يقطع شيء، بهمني الحلقه توقف. لك يا عمي وقفي البروجرام كله اذا بدك، لك ساعتين عم تبهدلي فينا. عارف حالي ممسح وشرشوح وما لازم اشتغل تمثيل وكل شيء، انه ضروري تحكيون. ها احكي اللي بدك اياه، ما انت اللي عم تحكي. انت اكتر انسان بينجح انه يكون عنصر استفزازي للناس. اول مرة بعصب عن جد. ايه قلت لي ما بتعلق مع حدا. كيف بدي اشكرك على الموقف النبيل يلي وقفتي حدي؟ شكرا جزيلا يا لهلا. موقف نبيل؟ اي اي موقف؟ نسيت. هذا هو. يلا انت. هذا هو. انت انت شو انا يا عمو؟ انت هو اكيد.
لك شو هو متأكد؟ أنا بتشكرك على موقفك هذيك اليوم معها بالتاكسي. سلمونا. هات بوسي. حي قلبي. شو أنا؟ لا هذا هو. شو أنا أختي؟ أخي هي أختي وأنا بتشكرك على الموقف اللي وقفته معها. ما بعرف ماني عامل شيء بس أنا. لا ما من يومين عامل معها موقف كثير منيح. وعم تدور عليك. ها؟ ما بعرف أنا للأختي يعني. هي بتعرفك عم تدور عليك. طيب شو؟ طيب شو اسمي أنا؟ ها؟ شو اسمي أنا؟ ليكو مكتوب على إزاز الميكرو. هات شوف قرب يا شباب. ليكو؟ والله ماني شايف شيء، أنا شايف كاميرا. أيوه. يعطيكم العافية. الله يعافيك. هي من الطاقية. هي أكيد؟ إيه هي. هي هي. متأكد إنه هي؟ نعم هي. بتشكرك كثير إنك وقفتي مع أخي بالمشفى كثير. إيه بالمشفى وقت كنت عم بتعالج ذيك اليوم. ساعدتيني أنت متشكرة. نحن والكاميرا خفية. إيه. خفية وينها؟ ليه سامعيني هلا انت شو انا بتشكرك كثير على فكره انقذتها من موقف كثير كان محرج والله اي والله شفت الكاميرا وينها وينها لا انا تذكرتك دغري تعبت شيء تعبت لانه صار فيني فصل قبل بمره شو هو هذا هو اللي لطش انه اه لا هي مو طلطيك انا بتشكرك لانه وقف مع موقف لاختي كثير نبيل واضح وصريح اكيد هذا هو شو مالك حكي لي بس ها شو هو احنا بنتشكرك على موقفك هذيك اليوم معها وقت ساعدتها بموضوع السياره التاكسي وكانت معك الكاميرا الخفيه حضرتها لا مو انا شو حضرتي ما حضرتي مو انت انت كاميرا خفيه حبيباتي حبيبي اتوقفنا حبينا نشكرك بطريقه انه وقفت مع موقف جيد للبنت لا بس انا ما وقفت معي انت شو انا انا بدي اتشكرك على كل حال على موقفك هذيك اليوم معها لا ممنونك حبيبي شكرا شفت الكاميرا وينها شفتك تعبت شيء ما تعبت وصلت لحالي هي هي شفتيها ايه هي هي بذاتها متأكد انه هي ايه كاميرا خفية مو انت شو في يا اخي انت لا بس انت ولا مو انت شو انت ولا مو انت تاع التلفزيون عم تعمل معي شكرا لك يعطيك العافية يمكن هذا هو انت حضرتها قول لي اللي مر انت شو قول لي اللي بيني اشهد ان لا انا شو سويت ايه انت هو متاكد بلا انت انت شو 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 يا الله مرني مرني يظهر كمال خفيه ان شاء الله دايما ايامكم حلوه مثل هالجنينه بس مضطرين نودعكم على امل نشوفكم بحلقه جديده من برنامجنا طوشه